نعو روبوت متكلم صُنع في ألمانيا، ذكاؤه الاصطناعي جعله ابتكارا مميزا، أما الخبرة وراءه فقد تكونت في مركز الروبوتيك الألماني الجوده هي ما تميز جامعات المانيا بحسب دراسه لمؤشر الابتكار العالمي فكفاءه الجامعات تتيح ظهور الاختراعات القيمه اضافه الى امكانيه استخدام هذه الاختراعات في الخارج لذا تحظى باهتمام عالمي كبير وهكذا اصبحت المانيا ولاول مره بين العشره الاوائل من بين الدول الخمس والعشرين في قائمه الدول الاكثر ابتكارا هناك خمس عشره دوله من اوروبا وعلى راسها مجددا سويسرا اما الولايات المتحده فهي في المرتبه الرابعه ما زال ناو يحتاج الى التطوير ما يتطلب الكثير من المال في الماضي لم تتلقى الشركات الحديثه الدعم اللازم وقد باتت المانيا حاليا تحقق تقدما ملحوظا في دعم الشركات الناشئه